الان عمليات نقل استدعاء لكل اطباء رفع حاله طوارئ في جميع مستشفيات لبنان لمواجهه هذه الكارثه الحقيقيه التي تتعرض لها لبنان حاليا. موضوع مش حزب الله ولا غيره، نتكلم على لانه في مدنيين، انت بتتكلم هنا كمان على مدنيين اصيبوا او قتلوا في من بجراء العمليه التي قام بها جهاز الاستخبارات الاسرائيلي. هي عمليه يعني عمليه استخباراتيه بامتياز، استطاعوا عن طريق شركه الاتصالات الامريكيه انهم يخترقوا هذه الشركه، التعامل مع هذه الشركه، وبالتالي لازم ناخد بالنا من التعامل مع الشركات الاجنبيه. كل دوله تتعامل، انه خلي بالك ده اللي قدامك ده بيقول لك الرساله، استوردوا اجهزه من امريكا من الشركه الامريكيه، الشركه دي اخترقت من جانب الموساد، وبالتالي استطاعت اجهزه الاستخبارات، شحنه لسه جايه من 3 شهور، ازاي الشحنه دي وصلت ونقلت واسرائيل حددت خط السير والاتصال، ممكن قيادات اسرائيل لم تستطع الوصول ليهم وصلوا لهم النهارده، لانه معهم هذه الاتصالات، معهم هذه الاجهزه. بضربه واحده اسرائيل يعني قدرت تحقق بالنسبه هذا العدوان، لانه دي عمل ارهابي، هذا عمل ارهابي قامت به دوله ارهابيه اسمها اسرائيل. التوصيف الحقيقي لهذا العمل هو عمل ارهابي قام به نظام ارهابي استهدف به مدنيين، طبعا في عناصر حزب الله ولكن بتكلم حتى عن مدنيين، استهداف دوله عربيه شقيقه، لان لبنان النهارده بتدفع الثمن مره اخرى، كل يوم على لبنان النهارده انهم لابد التحرك لدعم لبنان في هذا الامر. دعم لبنان، لبنان تتحرك دوليا، تتحرك عن طريق الامم المتحده، عن طريق مجلس الامن، بتحرك من خلال الجامعه العربيه، تحرك طبعا ما فيش ردع، ولكن على الاقل يكون في توجه عربي سريع جدا لدعم الاشقاء في لبنان. لا اتحدث هنا عن حزب الله لكن اتحدث عن لبنان، لانه الان في انتهاك لسياده لبنان المستمره.